بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب بالعالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن الله وملائكته
أنه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كافي آدابنا سببا واجعل لنا من كافي آدابنا سببا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كافي آدابنا سببا واجعل لنا. وافتح قلوبا لنا في الحب قد جبلت يا من إذا شاء أعطى المنى وهب يا من إذا شاء أعطى المنى وهب ندعوك بالرحمة العظمى التي سبق ندعوك بالرحمة العظمى التي سبقت في عالم الأمر شأن سادة النجابة أعني به المصطفى المختار من المختار من مضر. من أنت أرسلته خير الورى نسبا فقام للدين حسنا لا يبيد وقعد فقام للدين حسنا لا يبيد وقعد أعزنا بكتاب شرف العرب أعزنا بكتاب شرف العرب يسر أمورا أردناها وجود كرما يسر أمورا فضل فلم نقض الذي وجب بمحض فضل فلم نقض الذي وجب. ركبنا مطايا الوجد والنار تسعر تسابقنا الأشواق والدمع يمطر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ركبنا مطايا الوجد والنار تسعر تسابقنا الأشواق والدمع يمطر إلى كعبة الأرواح إلى كعبة الأرواح من قبل آدم به طابت الدنيا به الكون يعمر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى سيد الرسل الكرام إلى سيد الرسل الكرام إلى سيد الرسل الكرام إلى الذي به الأنبياء الزهر جاءت تبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى سر أمر الله خلق كله إلى سر أمر الله إلى سر أمر الله في الخلق كله إلى علة الإيجاد فالفيض يظهر فلاحت لنا من نور طيبة ومضة فضجت بنا الأشواق الله أكبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلاحت لنا من نور طيبة ومضة فلاحت لنا من نور طيبة فلاحت لنا من نور طيبة ومضة فضجت بنا الأشواق الله أكبر قد تم ما الله ما قصيدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا وكم له علينا كم وكم من له علينا كم وكم تفضل وكم أنعم وكم تفضل وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم ليل الصفا قد صفت معنا ليل الصفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم
حاشا إلهي يخيبنا، حاشا إلهي يخيبنا، ولمواهب علينا جم، ولمواهب علينا جم، عسى بفضل يعاملنا، عسى بفضل يعاملنا من الغضب والعقاب نسلم، من الغضب والعقاب نسلم، وعاقبتنا كذا حسنا، وعاقبتنا كذا حسنا، في حين ما عمرنا يختم، في حين ما عمرنا يختم، في جنة الخلد يدخلنا، في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم، مع النبي المصطفى الأكرم، صلوا على من به سودنا، صلوا على من به سودنا، على فصيح كذا أعجم، على فصيح كذا أعجم، القلب ينشد واللسان يغرد، أهلا أحبتي مرحبا تتردد، والعين تنظر نظرة تحكي بها حبا قديما لم يزل يتجدد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عادت بك الأعياد بعد رحيلها، في بهجة مذ قيل عاد السيد، عادت وللأفراح في طياتها همسات حب في الهوى لا تنفد. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زرود. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زرود. يا بدور الحي يا رب الكرام، بلغوا ضبيا ضبيا الحمى مني السلام، انتهت تكنا عليهم لا نلام، ظلم الوجد وجد علينا والغرام. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيام في زرود. وتيم روحي بالنبي محمد، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وتهيم روحي بالحبيب محمد، وإليه شوقا كم يحن جناني، أشتاقه قلبي
تشتاقه قلبي وعيني تشتهي لو أن تراه ولو لبضع ثواني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبه روح الفؤاد ونبضه خير الوراء يا رحمة تدعو إلى الرحمن. همت شوقا فارحموني، همت وجدا فاعذروني، فغدا معي من حبك اليوم ذاب معظمه يا حبيبي. الله الله. قلبي بحبك اليوم ذاب معظمه ونار شوقي إلى لقياك تضرمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهل عساك رسول الله فهل عساك رسول الله تكرمه برشفة من معين الحوض تعصمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأنت خير الشفيع لي أقدمه، فأنت خير شفيع لي أقدمه يا خير من دفنت في القاع أعظمه. فطاب من طيبهن القاع والأكم. اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب
السجود اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم. أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله، أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله، إني وإن كنت لا ألقاه ألقاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن طرفي موصول برؤيته، وإن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه، يا ليته يعلم، يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذا لست أنساه. يا من لقلبي قد كوى موتي وصال، قتلي بكم فيكم حلال، وبحبكم موتي وصال. لا تختفوا عني بحال، لا تختفوا عني بحال، مولا فلا حول ولا. سألت إلهي يا رب، سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء
الخضر وأدخل من باب السلام مسلما على سيد الورى طراب وأقول يا سيدي يا رسول الله كلنا شفيعا يا أجل الورى قدرا مقامك محمود مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا بخير قرب فجد لمن جاء بخير قرب يا خير من جاء يحمي سمي إذا هبت الأرياح من نحو طيبة أهاج فؤادي طيبها وهبوبها فلا تعجبوا من لوعتي وصبابتي هوى كل نفس أين حل حبيبها عطفاً يا جيرة الحرم عطفاً يا جيرة الحرم هواكم زادت في غلبي واصلوني واصلوني وسمت تعلقت روحي بكم وسمت في حبكم من سلف الزمن فاقبلوني فاقبلوني عبدكم
سوق الحب كيف يقام. أرأيت سوق الحب كيف يقام؟ القوم زهر والرجال قيام. يتزاحمون إلى الحمى بقلوبهم، يتزاحمون إلى الحمى بقلوبهم، هاموا 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 وفي ذاك المقام أخذوا أساليب القلوب إفاضة. ومن القلوب إلى الغيوب نظام، ومن القلوب إلى القلوب نظام، وتعلموا وتعلموا علم الخفي بسرهم، فهم بمشهد ذوقه أعلام. انقذوني يا عبد رفق كنت لا أرضى بعاتق، غبت عن جمعي وفا أرقي عندما واخبريه عن غرامي حيث عنه صبر فاني. يا سيد الكونين يا علم الهدى، يا صاحب الروض الشريف الطيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا خير خلق الله أكرم شافع ومشفع، اشفع بعبد مذنب واحب المحب جوارك العالي، واحب المحب جوارك العالي، فكم مثلي محبا ف
في جوارك قد حبي جد لي به كرما وطيب خاطري جد لي به كرما وطيب خاطري يا طيبا من طيب من طيب يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك صلوات الله عليك يا نبي جئت إليك من راحتك فأغيث يا خير من جاء بالذي صلى عليك يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا سلامي عليك صلوات الله عليك الله 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 يا رجال الليل جدوا رب داع لا يراد الله 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 لا يقوم الليل إلا من له عزم الله 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 يا سوق الراح حب أظهرك سن ومد الله 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 فالكريم قد تجلى ولا لا تحد الله 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 وقيام الليل عندي به كل النور يبدو الله 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 قل لي من نام الليالي غافلا يكفيك زهد الله 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 قم فإن القوم ساروا وإلى الله يشنع الله الله صرت محبا له وعبدا فصرت محبوبا مفادا يا سيدي مدى الله كنت محبا له فصرت محبوبا مفادا يا سيدي مدى الله أصبحت ذاتا بلا صفات للذات بالذات موسى
يا سيدي من الله أصبح دعوذة بلا صفات للذات بالذات مستبدا يا سيدي من الله فغرحت الذات من وجودي علي فاستهلكته قصده يا سيدي ما دادنا فحات ريحانة أسرار من روض اللقاء فسكرنا بشميم الطيب من ذاك الهضوب أيها الطالع من مشرق أفلاك الغيوب أيها النازل في خيمة أنوار القلوب لمن الدين فالنقى فالسبح من وادي من أمال من الدين فالنقى فالسبح من وادي من أجرة الوجد بهم يدل على القلب الكروه أيها الطالع من مشرق أفلاك الغيوب أيها النازل في خيمة أنوار القلوب أما يا ندامة يا نويدا سكر الكأس بنا يا ندامة يا نويدا سكر الكأس بنا وسنكوض علينا فهو نسوان طروب يرى الله ويقاتله كما فاضت من دموع مقلتي الله يا الله ويقاتله كما فاضت من دموع مقلتي ويقاتل تقطت بالهنا لو تعوميا ويقاتل إلي الله ويقاتل تقطت بالهنا لو تعوميا ويقاتل إلي واذكر صفا جريحا يلتوي الله في ظلام الليل لقد عفى الكري واذكر صفا جريحا يلتوي في ظلام الليل قد عفى الكري صرت في قومي غريبا عنهم مستلف القلب من أشواق مي صرت في قومي غريبا عنهم الله مستلف القلب من أشواق مي رعى الله ليلة وصل خلت رعى الله ليلة وصل خلت وما خلط الصف فيها كدر أتت بغتة ومضى سرعة وبلا موعد بيننا ينتظر وبلا موعد بيننا ينتظر فقلت وقد كاد قلبي يطير بنيل المنى وقضاء الوطر أيا قلب تعرف من قد أتاك ويا عين تدرين ما قد حضر مدد 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 ويا عين تهزين من قد حضر ويا ليلتي هكذا هكذا وبالله بالله قف يا سحر فكانت كما نشتهي ساعة فكانت كما نشتهي ساعة فطاب اللقاء
فطاب اللقاء وطاب النظر. الشوق والأرقى قل لهم يا سعد غرمكم كم يقاسي الشوق والأرقى نبى وجدا في محبتكم حين منكم بارق برقى نبى وجدا في محبتكم حين منكم بارق برقى. خطفت القلب والحيد قاوي تجز يوما في ذي سلام قل لهم جنوا ببعض لقاوي تجز يوما في ذي سلام قل لهم جنوا ببعض لقاوي تجز يوما في ذي سلام قل لهم جنوا ببعض لقاوي. بعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور أحيبب قلبي غير سواكم لعلتي طبيب بداء عاشقين خبير وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم مدد 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 يا رجال الله وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم علي من اللطف الخفي ستور فجود 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 بوصل والزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير فلا تغلق الأبواب فلا تغلق الأبواب دوني لعلتي فأنتم كرام والكريم غفور يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجي يا ربي
رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج رب بطه لا تخيب أملي رب بطه لا تخيب أملي جسمك وها من إساءك عملي جسمك وها من إساءك عملي ذو رحمنا محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد بجميع محامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمك وآلائك كلها الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد يا ربنا أن شرحت صدورنا لهذا الطريق المبارك. نسألك يا ربنا أن تثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسألك يا ربنا أن تجعل صحبتنا لمشايخنا حجة لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين. بداية أبلغكم سلام شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه وأمده الله عز وجل بالصحة والعافية، سيدنا الشيخ محمد عبد الله رجب يقرئكم السلام من مدينة الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام.
يا إخوتي، لقد من الله عز وجل علينا بهذا الطريق المبارك، والغاية من سلوكنا في هذا الطريق أن نطهر هذا القلب من كل وصف يباعدنا عن مشاهدته ومحبته، أن نطهر هذا القلب من كل وصف ذميم، أن نطهر هذا القلب بحيث لو نظر إليه ربنا عز وجل لرأى فيه من يحب وما يحب. الغاية من سلوكنا في هذا الطريق المبارك أن نطهر هذا القلب لعله أن يكون محطة لتنزل الملائكة الكرام. كان يقول سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: اجعل قلبك محطة لتنزل الملائكة. كيف يكون هذا القلب محطة لتنزل الملائكة؟ ارجع إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. هل أنا وأنت ممن يكثر من ذكر كلمة الله؟ هل إذا حضرنا مجلسا مثل هذه المجالس المباركة وانشغلنا بذكر الله عز وجل القائل: واذكر اسم ربك، وما اسم ربنا؟ الله. إذا جلست في مجلس الذكر لا تنشغل لا بزيد ولا بعمر، أغمض عينيك واذكر كلمة الله. الكثير من الخلق حرم نعمة هذا الذكر. إن الذين قالوا ربنا الله أكثر من قول كلمة الله في هذه المجالس المباركة. إذا أردنا أن تكون قلوبنا محطة لتنزل الملائكة الكرام علينا بكثرة الذكر، وبعد الذكر تكون الاستقامة على شرع الله عز وجل. قال: يا رسول الله، لقد كثرت علي شرائع الإسلام، كثرت علي شرائع الإسلام، فدلني على عمل أتشبث به. قال: عليك بكثرة ذكر الله. الإكثار من كلمة الله يكون عونا لنا على الاستقامة على شرع الله عز وجل. وما من عبد يكرمه الله عز وجل بالاستقامة على شرع الله ويتذكر قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. والاستقامة في القلب أهم من الاستقامة بالظاهر. استقامة الظاهر مطلوبة وهي يسيرة، ولكن استقامة القلب على شرع الله وعلى متابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بسهلة. ولذلك علمنا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أول شيء شو قال؟ اللهم أعني على إيش؟ وين شابه؟ اللهم أعني على ذكرك. وعجيب، إذا كنا مع الذاكرين لا أستطيع أن أذكر الله عز وجل، كيف أذكر الله عز وجل في خلوتي؟ لذلك إذا كنت في مجلس الذكر اشتغل بذكر الله عز وجل، وحرك لسانك بذكر الله عز وجل، وتفقد قلبك أن لا يكون شاردا لا يمنة ولا يسرى، وأنت تنتظر هذه البشارة الإلهية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
أي على شريعته ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. كم هو الفارق كبير بين قلب تتنزل عليه الملائكة وبين قلب تتنزل عليه الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ على كل أفاك أثيم. إنسان يكذب، إنسان كثير المعاصي كثير المنكرات، هذا لا تتنزل عليه الملائكة، تتنزل عليه الشياطين. وإذا تنزلت عليه الشياطين والعياذ بالله تبارك وتعالى ثقلت عليه الطاعات وسهلت عليه المعاصي والمنكرات. لذلك وصية ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. طبعا هذا أسلوب من أساليب الترغيب. ربي عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شو بيقول العلماء؟ هذا خبر، أليس كذلك؟ هذا خبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا خبر. والخبر في القرآن يتضمن أمرا أو نهيا. عندما يخبرنا ربنا عز وجل أن ملائكة الرحمة تتنزل على هذا الصنف من العباد الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل والذين يستقيمون على شرع الله عز وجل، تتنزل عليهم ملائكة. وإذا تنزلت الملائكة ملائكة الرحمة على القلب، لا تخاف مما هو آت ولا تحزن على ما فات، وتصبح بحق صوفيا حقيقيا، والذي يستغل الساعة التي هو فيها. الصوفي الحق السالك في طريق القوم بحق يغتنم الساعة التي هو فيها. الآن نحن الآن في هذا المجلس المبارك، مجلس صلاة على حضرة النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مجلس الذكر، ما ينبغي أن تتفلت منه لحظة واحدة في الغفلة عن الله عز وجل. لذلك لنسمع وصية ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يا أيها الذاكر انظر إلى نفسك بعد الذكر. أمن المعقول بعد الذكر يرجع العبد إلى المعاصي والمنكرات؟ حتى قال بعض العلماء في قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة إيش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعدين شو قال؟ ولذكر الله أكبر. بعض العلماء قال ذكر الله أكبر في النهي عن المنكرات من الصلاة. السر في ذلك، السر في ذلك أنت في صلاتك زمن محدود، زمن مؤقت، أما ذكرك لله عز وجل. ربي عز وجل عندما قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالذاكر لله كثيرا دائما وأبدا في حضرة الله. وإذا كان في حضرة الله صار هذا الذكر أبلغ في النهي عن المعاصي والمنكرات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني الله عز وجل وإياكم من الذاكرين له كثيرا، وأن يكرمني ربي عز وجل وإياكم بالاستقامة ظاهرا وباطنا. لعل الله عز وجل أن يكرمنا بتنزل الملائكة على قلوبنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المستقيمين على شرعك الكريم واتباع نبيك الكريم، وكذلك الذكر دائما وأبدا
مستقيمين عليه، لعل الله تعالى أن يكرمنا بتنزل هذه البشارة، تنزل الملائكة بالأمان وكذلك عدم الخوف، هذا من فضله علينا سبحانه وتعالى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، واصرف البلاء والغلاء والفتن والمحن عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين. سبحان ربنا.